واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. قال رحمه الله تعالى: باب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. نعم، هذا حديث معروف، قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا في آخر الزمان. بدأ في أول بدايته وأول الدعوة غريب. الرسول صلى الله عليه وسلم أولاً واحد ما معه أحد، ثم انضم إليه أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق، انضم إليه بلال رضي الله عنه. ولما سئل: من معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد. هذا أول ما بدأ الإسلام، أولاً الرسول وحده، ثم انضم إليه أبو بكر من الرجال، يعني ولا فيه نساء أسلمن وصبيان أسلموا، لكن من الرجال أول من أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر دعا إلى الله فأسلم على يديه جماعة من الصحابة فكثروا، وكان أول غريب، تكون من اثنين فقط. ثم تكاثر الصحابة حتى تكونت الأمة الإسلامية التي وصفها الله بقوله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. يعني صفة هذه الأمة في التوراة التي نزلت على موسى، هذه صفتها. ثم ذكر صفتهم في الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، ومثل ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. ثم في آخر الزمان إذا كثرت الفتن يعود الإسلام غريبا ولا يتمسك به إلا أفراد من الناس. اللي تسمون بالإسلام كثير، ولكن اللي يتمسكون بالإسلام الصحيح قليل، غرباء ينظرون لهم الناس نظر استغراب، يقولون هؤلاء متشددة، هؤلاء فيهم، هؤلاء تكفيريين، هؤلاء إلى آخره، ينظرون لهم نظرة استغراب. لكن ما يضرهم إذا تمسكوا بدينهم. نعم، لا تصير شاذ عندك أفكار منحرفة، لا تصير أيضا مخرب، ولا تصير أيضا إرهابي تقتل بغير حق. هذا ما هو الإسلام، هذا ما هو الإسلام، إنك تخرب، إنك إرهابي، هذا ما هو من الإسلام. إنك تكفيري تكفر الناس بغير حق، لا، ما هو بهذا الإسلام. الإسلام دين صحيح، له أصول، له قواعد، لازم تعلمها، تعرف، ما تأخذ الإسلام بالتقليد ولا بقول فلان وقول فلان، تأخذه من الكتاب والسنة، وذلك بالتعلم، ما هو بالقراءة إنك تقرأ على نفسك، لا، تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. فالمتدينون كثيرون، ولكن اللي يتمسكون بالدين الصحيح قليل، انتبهوا لهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا. عرفتم هذا كيف بدأ غريب،
من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم انضم إليه أبو بكر، ثم حتى جاء المهاجرون والأنصار، حتى قاد الرسول صلى الله عليه وسلم الألوف في غزوة بدر، في غزوة في الفتح، فتح مكة، خرج منها هو أبو بكر فقط اثنان إذ هما في الغار. بعد 6 سنين أو 7 عاد إليها بجيش يتكون من 10,000 مدججين بالسلاح، وفتح الله مكة له، وأزال الأصنام التي على الكعبة والتي على الصفا والمروة، وهدم اللات والعزى ومنات، وأرسل إلى الأصنام فكسرت وحطمت لما فتح الله مكة.